فشلت صمدت. هي فشلت، هي ما صمدت وما بقت شهر تقريبا. لا هي فشلت كانت لأسباب، لأجل مناصب، لأجل أمور أخرى، لأجل هالمرة الظروف والمعطيات تتوفر لإنجاحها. الوضع يختلف باعتبار القانون الجديد، ونأخذ في عين الاعتبار المستقلين اليوم، المستقلين الموجودين. سابقا كانت أكو كتلة سياسية كاملة نازلة، اليوم أكو مستقلين، أكو ناس ما منتمية إلى أحزاب، أكو ناس ما داخلة إلى أحزاب، أكو ناس ترى في منهج الاعتدال لبعض الكتل السياسية هو الأقرب إليها من منهج السلاح. وبالتالي هناك فرق وكفاءة متواجدة ما بين كما نسميها نحن قوى الدولة وقوى لا دولة. هذا الذي ندعو به الآن أن نتحدث، خلينا تكون الصورة واضحة أيضا للمواطن. اليوم أكو فرق كبير من أني أطلع وأنادي وأقول أني إلي رئاسة الوزراء، وأني إلي رئاسة مجلس النواب، وأني إلي رئاسة الجمهورية، وبينما أطلع أني كحكمة أو كتحالف قوى الدولة وأقول يا بقى أنا أريد أكون شريك زين في هذا الشأن. أنه أقعد أنا السني والشيعي والكردي والمسيحي والشبه، كل المكونات العراقية المحترمة، كل هذه المسميات الكريمة، أن نختار شخصية لهذا المكان، أن نختار شخصية لهذا المنصب. الكل يجتمعون يختارون شخصية. نعم أكو فرق، أنه أنا أقول لا أنا متزمت على هذا المكان. أكو فرق يعني، هذا مع احترام لرأي الآخر، ما بيش هذا رأيهم اليوم. ولكن وفق الرؤية الاستراتيجية للعملية الانتخابية المقبلة، هذا الرأي هو الذي سيطبق بشراكة الجميع في اختيار شخصية لهذا المنصب. طيب الحكمة متهمة ويعني أخذ عليها بأنها تريد يعني، هو أنا ما أعرف إذا هو اتهام مكتمل الأركان، لكن هو بالأخير مؤاخذة. هي ابتكرت مفهوم المعارضة، هو مغاير عن كل ما موجود بالعلوم السياسية، وممكن ينفعنا سيد مناف هذا الموضوع ايضا، واعتقد جنابك متخصص بالعلوم السياسيه. المعارضه هي معارضه منهج، قد تكون في بعض الاحيان هو تعاكس ايديولوجي. الحكمه معارضتهم تختلف، ايديولوجيا انا متفق وياك، منهجيا انا متفق وياك، بس انت ما اعطيتني دور حتى اشارك، فلذلك اروح اعارض. والدليل عارضوا عادل عبد المهدي ورجعوا رموا له طوق النجاة وقالوا يا بطوم 100 يوم خلي نجتمع، ورعوا اجتماع القوى السياسية خلي نجتمع نعطي مجال. انتوا مو معارضين يا اخوي، شلون ترى ماي؟ اليوم اكو فرق ما بين معارضة الى حكومة، واكو فرق ما بين معارضة الى نظام. حتى انا من اعارض عارضت الحكومة، انا واضح عندي البرنامج الحكومي، شفت النهج اللي تصير على الحكومة غير واقعي اعارضه. أنا اليوم شفت النهج اللي تكلمت عليه جنابك اللي اتبعته الأخوان في فتح وسائرون لدعم حكومة السيد عادل عبد المهدي، هو منهج خاطئ مع جل الاحترام للآراء. بدوري أنا كحكمة في ذلك الوقت عارضت هذه الحكومة. عارضت هذه الحكومة، ما كان عندي منصب تنفيذي في الدولة في حينها، وزير ما إلى ذلك. أنا ما كنت مشارك في القرار السياسي اللي اتخذ، بس القرار السياسي اللي اتخذ في قتل المتظاهرين أو غيره أنا ما كنت مشارك. لكن أنا هذا الموضوع اللي تحدثت عليه جنابك هو أحد وسائل الضغط على الحكومة. إحنا نعرف أن الحكومة راح تقدر ترتب الورقة اللي إحنا نطيناها بما يخص الورقة الخاصة أو الميثاق الوطني لمدة 45 يوم كان في حينها، ليس 100 يوم كما تفضل جنابك. كانت هناك ورقة مع الكتل السياسية، كانت أحد وسائل الضغط على الحكومة إما تستقيل إما تنفذ مطالب المتظاهرين. بدورنا نحن كنا جهة وسيطة ناقلة للأمور التي يحتاجها المتظاهرين والتي أدت لتوافق مع الكتل السياسية. بدورنا إحنا ما كنا يعني رأس القائمة في هذا الشأن، قدمنا ورقة، هذه الورقة ضغطت على الحكومة باستقالتها. انتوا رأيتوا الاجتماع يا أخي، الاجتماع صار يمسي قدمنا دعم. ورقة هذه الورقة ضغطت بعد تشرين من قالوا يا بطو 45 يوم، غريبة مفارقة. انتوا عارض وتعطي فرصة أستاذ حسام، أكو اليوم أكو المعارضة هدفها أسقاط الحكومة. لا أستاذ حسام، اليوم أكو مصلحة وطنية عليا. هذه المصلحة الوطنية العليا ماذا تقتضي؟ وإن كنا معارضة فهل تقتضي خراب البلاد؟ ما يمكن اليوم لأي جهة وطنية سياسية أن تبادر بهذا الحديث. أكون صريح وياك جدا وأقول لك فهمت على أنها ابتزاز سياسي. نروح على عادل عبد المهدي لأن هو بورطة، نقول له راح نوقف لك وراح نطلعك منها مقابل واحد زين ثلاثة، حتى لو باقي حكومة السيد صلاح تجاري حتى لو باقي حكومة عادل عبد المهدي في حينها ما كان راح ناخذ منه أي وزارة، لأن أنا عندي منهج ثابت إلى ما تسقط الحكومة ما أنزل عن معارضتي. مو شرط وزارة، هيئة وكالة يطلع منيده، خلينا نروح للسيد مناف.